أزيد من 760 ألف مترشح يجتازون امتحانات شهادة البكالوريا، ووزيرة التربية تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للامتحانات. ووزير العدل يؤكد أن الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم الإلكترونية تعمل على إنجاح العملية. الفريق أحمد جايد صالح يؤكد حتمية مواصلة جهود مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب خلال ترأسه لاجتماع عمل تقييمي في ثاني يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى. وفي أول خرجة له ضمن تصفية كان 2019، المنتخب الوطني يحصد النقاط الثلاث للمقابلة بفوزه على منتخب توغو بهدف لصفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونستهل نشرتنا بالحدث التربوي، حيث شرع أمس يزيد من 761 ألف مترشح في اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا على مستوى كل المؤسسات التربوية. الانطلاق الرسمي لهذا الامتحان كان من ولاية جالمة بإشراف وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت، التي وقفت أيضا على سير الامتحان بولاية سوق هراس. تغطية محمد زمولي ونور دي منعبسة. أشرفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على انطلاق امتحان شهادة البكالوريا بجالمة، وقد أكدت أن الإجراءات الأمنية المتخذة تدخل في إطار ضمان تكافؤ الفرص. هذه الإجراءات وهذا تضافر الجهود ما بين كل المؤسسات وكل دوائر الوزارية مدت نتيجة، والنتيجة هو اليوم المجتمع راه مطمئن وعمل ثقة قوية في الدولة تاعو، وعارف باللي ما نتخلاوش أمام هذا التحدي، والتحدي بالنسبة لنا هي تكافؤ الفرص، سي ليغاليتي دي شانس. ورغم تزامن المسابقة مع موسم الصيام، إلا أن الطلبة أكدوا على ضرورة تحصيل نتائج إيجابية. عندي كنسجل الريفيزي وأنا صايم، يعني مستعد وكولي يبقى على ربي. هكا فيه البركة ربي يوفقنا كامل إن شاء الله. في الفترة المسائية أشرفت بن غبريت على فتح ظرف الامتحان بمتوسطة باجي مختار بسوق هراس، وأكدت إرادة الدولة القوية في إضفاء مصداقية أكبر لامتحان شهادة البكالوريا. الاعتماد على المجهود هي الطريقة الأخلاقية لتوصل واحد بعيد في حياته. كما قامت وزيرة التربية الوطنية بتدشين عديد من المرافق التربوية للطورين الابتدائي والمتوسط بكل من ولايتي جالمة وسوق هراس، وحضرت أنشطة ثقافية وابتكارية أبدع في إنجازها التلاميذ. احنا في احتياج تلاميذ اللي هما عندهم الحس ديال الابتكار أكثر من الحس ديال الإعادة. زيارة لطمأنة التلاميذ وأوليائهم وتشجيع أصحاب المبادرات الخلاقة. هذا وجرى اليوم الأول من امتحانات شهادة البكالوريا عبر الوطن في ظروف تنظيمية محكمة، يقول أو تقول نور دحماني. كلهم أمل وعزم على النجاح، مراجعة وتحضير نفسي للدخول في امتحان شهادة البكالوريا المصيري. أدنى شيء ستراس بيانسر وريفيزينا شوية البارح. كنت نتوقع يكون صعيب، وفي رمضان يعني الجو يكون ما يساعدنيش، بصح لحد الآن راني لاباس، بالك من بعد نغلب ولا، بصح الآن الحمد لله. حنايا شعبة سير اقتصاد، اليوم كان اختبار زعما في المستوى الحمد لله، كان في مادة اللغة العربية. إجراءات بيداغوجية وأخرى أمنية سخرتها وزارة التربية الوطنية لإنجاح الامتحان. لم نسجل أي تأخر سواء من بالنسبة للمترشحين أو بالنسبة للأساتذة الحراس، والإجراءات الأمنية التي اتخذت حيث تم تجهيز المركز بالوسائل الحديثة. هذا واستحسن أغلب المترشحين أسئلة اليوم الأول والأجواء التي تجرى فيها، كما دعوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى الابتعاد عن التشويش عليهم. امتحان كان جد في المستوى،
مستوى تاع واحد متوسط والحمد لله. هذا العام ما كانش تسريبات باش ما يعاودوا الناس العام. اثر علينا الفيسبوك بزاف، كيحطوا مواضيع تاع العام اللي فات وعلى العام اللي فات ويبدلوا لي دات ويبدلوا، ما كان حتى فايده تحطوا هاد العفايك باسكو ما عم ياثروا فينا ويشوشوا علينا بزاف. ان شاء الله الله يوفقنا بربي، ان شاء الله الله يوفقنا في هذه المسيحه ان شاء الله. نديروا اللي علينا وباقي على ربي. بالتوفيق للجميع. كما تم إحصاء 3710 مسجلين من النزلاء على المستوى الوطني، منهم 97 مسجلا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، حيث عين هناك أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ظروف سير الامتحانات. طيب لوح أكد على أن الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم الإلكترونية التي يرأسها قاضي عملت بالتنسيق مع المعنيين بامتحان البكالوريا من أجل السير الحسن للعملية. هذه الهيئة جديدة الآن يترأسها قاض وتقع تحت وصاية وزارة العدل، عملت مع كل المصالح الأمنية منذ عدة أسابيع لتحضير خطة محكمة بالنسبة للتصدي لكل تسريب لمواضيع البكالوريا عن طريق هذه الوسائل التكنولوجية، وبالتالي هي تتصدى إلى كل تسريب يقع في حينه فتحدد هوية المسرب للموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا وفقا للقانون من قبل القضاء. هذا وكشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن الحكومة وافقت على مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني خلال اجتماعها الأخير، وذلك في سياق مواصلة إصلاح العدالة. طيب لوح كشف أيضا عن بداية العمل بالبصمة الإلكترونية في مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، بما يسمح بتأكيد الهوية الحقيقية للمسجون في انتظار تعميمها على باقي المؤسسات العقابية عبر الوطن. نظام جديد للمراقبة والتعرف على الهوية عن طريق البصمة بحيث لا يقع أي تزوير أو خلل يمكن أن يستعمل في الهروب من الهوية الحقيقية للمسجون ما دام معرفة بواسطة البصمة، ليس فقط الرقم ولا الاسم ولكن بالبصمة معناه لا يمكن إلا أن تكون حقيقية. باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قدم أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة بمقر سفارة إيران بالجزائر تعازي الجزائر إلى شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا المبنى الإداري لمجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني بالعاصمة طهران، واللذين خلفا سقوط العديد من القتلى والجرحى الأبرياء. في ثاني يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الأولى، ترأس نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قيد صالح بمقر قيادة الناحية، ترأس اجتماع عمل ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركانها وكذا قادة وحدات الناحية، وهذا بحضور اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى، حيث ألقى السيد الفريق كلمة توجيهية أكد فيها أهمية اللقاء الذي يعد بمثابة محطة تقييمية لاستعراض النتائج الميدانية المحققة، كما استمع إلى عرض قدمه رئيس أركان الناحية حول الوضع الأمني ومختلف المسائل الأمنية بإقليم الاختصاص، ليسدي السيد الفريق توجيهات وتوصيات عامة وذات طابع عملياتي وأمني، مؤكدا على حتمية مواصلة جهود مكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب إلى غاية اجتثاث هذه الآفة نهائيا من بلادنا. إنكم تجدونني دائما وأبدا أواظب على المتابعة الميدانية سواء للمستوى التحضير المتواصل إليه من طرف قوى المعركة للجيش الوطني الشعبي أو لما تم بذله من جهود في مجال عملية مكافحة الإرهاب. إنني أؤمن أشد الإيمان بأن الجهود التي نبذلها
في ظل الدعم وتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني هي جهود أصبحت الآن يانعة ثمرات واضحة نتائج سواء في مجال درجة التمرس العملياتي ومستوى الجاهزية القتالية أو في مجال مكافحة الإرهاب التي بدت نتائج المحققة خير شاهد على ذلك. وجزائر تنتصر في كل مكان وزمان باش يكون خطر ما فيها صلاح فيها تاريخ فيها تاريخ عريق فيها ملايين من الشهداء سقطوا في ميدان الشرف أغلى أن ذاك ما عندهم وشبابهم. وجزائر وربي سبحانه وتعالى يشوف دائما البلاد هذه ما تقبلش واحد يعبث فيها. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثالي للمعلومات تمكنت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني إثر عملية نوعية تمت بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين و3 عناصر دعم واسترجعت مسدسين ليين وكمية من الذخيرة وسيارة نفعية وجهاز حاسوب محمولا و8 هواتف محمولة ومبلغ ماليا يقدر ب 84,500 دينار جزائري وأزيد من 200,000 يورو. يتعلق الأمر بالإرهابيين المقبوض عليهم ميم عمر المكنى الجعجاع الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، دال عبد الله المكنى حسن العاصمي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007، عين معاد. وتأتي هذه العملية المشتركة لتؤكد مرة أخرى على يقظة واحترافية قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن وكذا التنسيق العملياتي المحكم فيما بينها لاسيما خلال هذا الشهر الفضيلة. في التعاون الجزائري الفرنسي يقوم وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بداية من اليوم في زيارة عمل إلى الجزائر. وتعد هذه الزيارة التي تدوم يومين الأولى لعضو من حكومة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر وتندرج في إطار علاقات التشاور التقليدية المنتقلة اللذين تربطهما علاقات قوية ومتنوعة. كما سيقوم وزير الخارجية عبد القادر المساهل مع نظيره الفرنسي بتقييم مدى تقدم العديد من المشاريع والملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي بالإضافة إلى بحث معمق للمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في ليبيا ومالي والقضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل قدرت هذه السنة ب100 دينار جزائري وهي قيمة صاع أي كيلوغرامين من غالب قوت بلدنا داعية إلى المبادرة بإخراجها. كما كلفت الوزارة أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان على أن توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة بيوم أو يومين قبل عيد الفطر المبارك. وضمن العمليات التضامنية الخاصة بالشهر الفضيل وفي شراكة بين الهلال الأحمر الجزائري ومتعامل الهاتف النقال أوريدو تم فتح مطاعم لاستقبال الصائمين وعابري السبيل خاصة من المهاجرين الأفارقة بكل من العاصمة وهران وقسنطينة. وهكذا يتم توزيع ما يقارب 300 وجبة يوميا. ركزنا خاصة على بالنسبة لهذا المطعم ومطاعم أخرى لم تقتصر العمل التضامني للجزائريين فحسب وإنما أيضا فتحنا المجال لضيوف الجزائر من دول إفريقية ومن دول عربية مثل سوريا وفلسطين وغيرها. بالنسبة للهلال الأحمر عندنا أكثر من 300 مطعم على المستوى الوطني. نقدم تقريبا 150 وجبة على مستوى الجزائر العاصمة و150 في الشرق والغرب يوميا 300 وجبة غذائية تقدم خلال الشهر العظيم على مستوى المطاعم. فيه متطوعو الهلال الأحمر الجزائري ومتطوعون من أوريدو هم عمال يساهمون في الخدمة. ونبقى دائما مع الأجواء الرمضانية حيث نظم سهرة أمس المجلس الشعبي الولائي عملية ختان جماعي لفائدة 150 طفلا من اليتامى والعائلات المعوزة وأصحاب الدخل الضعيف.
هذه استحسنتها العائلات كثيرا. كل سنة يزداد العدد عن السنة السابقة. بدينا في سنة 2013 ب 100 طفل، ثم 120، ثم 140، وهذا العام 150 إن شاء الله. نظمنا هذا الحفل، نبدأه في شعبان، نفتحوا ونديروا الإعلان، ثم يبدا التسجيل باش نجيبوا الاطفال، يعني باش نديروا لهم التحاليل الطبيه اللازمه لعمليه الختان. حقيقه ان المجلس الشعبي الولائي منذ حوالي 4 سنوات يقوم بتنظيم هذه التظاهرات، هذه الاحتفاليه بمناسبه الشهر العظيم، ولاحظنا ان هناك توافد وتزايد عدد العائلات، وهذا دليل قاطع أن المجلس الشعبي الولائي له تواصل وامتداد في لدى المواطنين. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، نددت جبهة البوليساريو بالممارسات غير القانونية واللا أخلاقية التي شهدها مسار محاكمة سلطات الاحتلال المغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة كتيميزيك وما رافقها من تجاوزات وخروقات بما فيها استخدام القوة في حق المعتقلين والمتضامنين معهم في ظل أجواء من التضييق والحصار. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مكتب الأمانة الوطنية برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي. إلى المغرب، حيث يستمر الحراك الشعبي في الحسيمة، فيما نظمت مسيرة شعبية حاشدة بالعاصمة الرباط تضامنا مع حراك الريف وتنديدا بسياسة الظلم والتعسف التي تمارسها السلطات المغربية ضد أهالي الحسيمة وفي مناطق أخرى، حيث تقدم هذه المسيرة والدا ناصر الزفزافي الذي تعتقله السلطات المغربية بتهمة تهديد الأمن الداخلي. إلى سوريا، وبعد 7 أشهر من تشديد الخناق على مدينة الرقة، تمكنت القوات السورية من بسط السيطرة على أول حي غرب المدينة، معقل تنظيم ما يسمى بداعش، بعد يومين من الاشتباكات المستمرة والتي أسفرت عن مقتل 12 إرهابيا. هذا ودمرت وحدة الطيران السوري تجمعات ومواقع للتنظيم في دير الزور ومحيط منطقة البانوراما. إلى فرنسا، حيث تشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية إلى تقدم حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعم هو رئيس مانويل ماكرون، وتحقيقه لفوز ساحق في الجولة الأولى بنسبة 32.9%. أما حزب اليمين فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة 20.9%، في حين تحصلت الجبهة الوطنية بقيادة لوبان على 13.1%. هذا وستجد الجولة الثانية يوم الأحد المقبل. إلى الرياضة الآن، حيث استهل المنتخب الوطني لكرة القدم أول خرجة له ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالفوز على المنتخب التوغولي بنتيجة 0-1 لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وقد سجل هدف الفوز للمنتخب الوطني المهاجم سفيان هني في الدقيقة 23. وبهذه النتيجة التي حققها المنتخب الوطني في أول لقاء رسمي بقيادة المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز، يحتل المركز الأول رفقة المنتخب البنيني برصيد 3 نقاط. نختم نشرتنا بالثقافة، حيث أشرف سهرة أمس وزير الثقافة عز الدين مهوبي بقصر الثقافة مفدي زكريا على عرض شرفي للفيلم الوثائقي الأمير عبد القادر للمخرج سالم إبراهيم، الذي يسلط الضوء على حياة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة خاصة من الجانب الإنساني. حضر عرضه إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي، وعن التلفزيون إسماعيل بوطيبان. 134 سنة تمر على رحيل مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، يعود في فيلم وثائقي كنموذج للإنسانية المؤثرة التي رسمت لها مكان في وجدان الجزائريين. فهو مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، ولكنه محارب ورجل استراتيجي ورجل صوفي وشاعر، وله أبعاد كثيرة، لكنه يبقى في النهاية تلك الشخصية التي أعجب بها العالم لدرجة أن اسمه
أطلق على ساحات وشوارع وحتى على مدن كما هي مدينة القاتل في الولايات المتحدة الأمريكية. قراءة ثانية للمخرج سالم إبراهيمي حاول خلالها أن يميط اللثام عن العبقرية السياسية والعسكرية والأدبية التي ميزت شخصية الأمير عبد القادر. ما كاش حد ممكن يقول أنا نعرف الأمير وأنت ما تعرفوش. C'est ça qui était passionnant, c'était de faire un miroir où les gens se voient eux-mêmes, voient leur Algérie, voient leur islam, voient leur histoire et ils prennent l'élément qui les intéresse eux. تتعدد وتتشعب الجوانب التي يمكن من خلالها الحديث عن الأمير عبد القادر ليبقى نموذج للإنسانية التي تفتخر بها الأجيال القادمة. شكرا لكم على المتابعة، صحصحوركم وليلة هنيئة، إلى اللقاء.